السيسي يزور اليوم روسيا للقاء بوتين وكبار المسؤولين الروس. انتهاء مهلة إخلاء المنطقة العازلة في إدلب السورية وجماعات إرهابية ترفض الخروج. وترامب يؤكد ثقته بزعيم كوريا الشمالية ويشدد على فوائد قنوات الاتصال مع بيونج يانغ. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز اخباري ياتيكم من القاهرة. اهلا بكم. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارة رسمية الى روسيا لمدة 3 ايام. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي انه من المقرر ان يبحث الرئيس السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن الرئيس السيسي سيلتقي أيضا مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف وكبار المسؤولين الروس، كما سيقوم الرئيس بإلقاء كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، علما بأن هذه ستكون المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي. انتهت مهلة إخلاء المنطقة العازلة في إدلب السورية دون رصد خروج عناصر الجماعات الإرهابية المتشددة منها. وقال مصدر سوري لوكالة فرانس بريس إن فصائل عدة من الجماعات المسلحة من بينها هيئة تحرير الشام التي ترتبط بتنظيم القاعدة الإرهابية رفضت تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة في وقت التزمت فصائل أخرى بإخلاء المنطقة منزوعة السلاح بعمق 20 كيلومترا وفق الاتفاق الروسي التركي. أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي فشل المفاوضين بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل في التوصل لاتفاق بالرغم من سلسلة اجتماعات عقدوها في بروكسل لدفع المحادثات قدما. واجتمع الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب مع مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارني، لكن تقارير أوروبية أفادت بأن هذه المفاوضات لم تتوصل إلى اتفاق نهائي ليتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من إقراره هذا الأسبوع. يتأهب حلف شمال الأطلسي الناتو لإطلاق أضخم مناورات عسكرية له منذ نهاية الحرب الباردة على حدود روسيا. ومن المقرر أن تنطلق مناورات الحلف بين 25 من أكتوبر والسابع من نوفمبر بمشاركة 50,000 جندي و150 طائرة و60 سفينة حربية و10,000 مركبة عسكرية. ونشر موقع الحلف بيانات عن توافد القوات المشاركة إلى النرويج، فيما أكدت الولايات المتحدة أن الطائرات العملاقة هاري ترومان ستشارك في مناورات الحلف. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته تجاه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة سي بي اس أن هناك فوائد للولايات المتحدة من إقامة اتصال بين واشنطن وبيونج يانغ، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية لم تعد تلجأ إلى لغة التهديد تجاه بلاده. وأكد الرئيس الأمريكي رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي مجددا بعد انتهاء انتخابات الكونغرس المزمعة في نوفمبر المقبل. كان هذا موجزا لاخر واهم الانباء. لمزيد من الاخبار تابعوا موقعنا الاخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعه ودمتم في امان الله.